أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه التغطية التي نخصصها للحديث عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكل مناطق القطاع، إلى جانب حماية سكانه من خطر المجاعة، محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، حيث شدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب سبل مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تضمن الاتصال كذلك التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية، وتوافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك. للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول الحرب على غزة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور جهاد. بداية، ما يشهد الإقليم من توتر شديد، وبعدما تابعنا الرد الإيراني على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، كيف انعكس هذا التصعيد على ما يحدث من حرب على غزة؟ يعني أعتقد، بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن دولة الاحتلال ماضية في حربها على الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر الذي أصبح يدركه الجميع بأن نتنياهو ليس لديه خطوط حمراء يقف عندها غير آبه بكافة القرارات الدولية وحتى بكافة الاستغاثات والنداءات الصادرة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل قادة العالم. لديه مخطط يريد تنفيذه على أرض الواقع، ونحن نعلم جيدا الأحداث التي جرت والتي حاولت تنعكس سلبا على القضية الفلسطينية، خاصة الحدث الإيراني الإسرائيلي والذي جميعنا رأى وشاهده، حيث توجهت وأصبحت الأنظار العالم وحتى أنظار الصحافة وعدسات التلفزة جميعها باتجاه هذا الحدث. ونتنياهو قد استغل هذه القضية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لمواصلة مخططه، ولذلك وجدنا في نفس اليوم هناك الاعتداءات وانطلاق قطعان المستوطنين في كافة أراضي الضفة الغربية مهاجمين القرى الفلسطينية مرتكبين الحرائق والتدمير بحق البيوت ومعتدين على العائلات، مما أوقع العديد من الشهداء والعديد من الإصابات. وفي نفس التوقيت كان هجوما حادا على قطاع غزة استخدم من خلاله كافة الأسلحة التي أدت إلى وجود أكثر من مجزرة ارتكبت في نفس الليلة وفي نفس التوقيت، في ظل أن العالم بأسره انشغل بالحدث الإيراني الإسرائيلي والذي هو لم يؤدي إلى شيء بالنهاية في ظل حالة التصعيد، وإنما حاول أعطى من جانب أعطى نتنياهو استعاد نتنياهو نوعا من القوة من خلال حالة سأعود إلى موقف نتنياهو. هل بالفعل استعاد قوة ما بعد الهجوم الإيراني أو الرد الإيراني على إسرائيل؟ ولكن بالعودة إلى الحرب على غزة، هل برأيك ومن مما ترصده في الحرب على غزة، هل زادت بالفعل العمليات العسكرية خلال الأيام ما بعد الرد الإيراني على إسرائيل، أم لا تزال الوتيرة وهي وتيرة أصلا متسارعة قبل الرد الإيراني أو حتى بعده؟ يعني جميعنا يدرك بأن مخطط إسرائيل يمضي على قدم وساق ولم يتوقف للحظة معينة، ولذلك لم تتوقف أو لم كما نقول لم يتوقف إطلاق النار لحظة واحدة فيما يجري أثناء هذا الحدث الذي جرى ما بين إيران وما بين دولة الاحتلال، بل كانت عملية الاستهداف بشكل متواصل وبشكل مستمر، وفي بعض الأحيان زادت، لأن حالة وتيرة ارتفاع الأحداث هي شهدتها مناطق الضفة الغربية بشكل كبير وبشكل جنوني. عندما أطلق قطعان المستوطنين الذين تم تسليحهم من قبل بن غفير وأطلقت ميليشيات المستوطنين للقيام بارتكاب
الجرائم بشكل كبير بحق ابناء الشعب الفلسطيني. كل ذلك وجدنا او تم لمسه على ارض الواقع مستغلا الاحداث التي جرت، وهذا بالاضافه لان ما جرى في قطاع غزه في هذه الفتره من عمليات قصف مدمر في مناطق خاصه في المنطقه الوسطى في منطقه النصيرات والمخيم الجديد بمنطقه النصيرات، وكذلك محاصره المدرسه في بيت حنون وفي اكثر من مكان، اي بمعنى الوتيره لا زالت مستمره ولا زالت تعمل من قبل الاحتلال في حاله التصعيد. وهذا ياتي في سياق ما اراد نتنياهو. نتنياهو يريد اطاله امد العمليه العسكريه بكل ما تعني الكلمه، ومستغلا الوقت ومتلاعبا بعمل الوقت، فهو لا زال يناور على عمل الوقت منتظر ما ستفضي اليه الانتخابات الامريكيه. ولذلك هو كل تصريحاته مره يقول باننا قد اعطينا الاوامر او وافقنا او تمت الموافقه على خطه اجتياح رفح، وبعد ذلك يقول تم تأجيل اجتياح مدينة رفح، حتى أوصل إلى العالم صورة ذهنية متعلقة بأن كل ما يجري في قطاع غزة على جانبه فقط المتعلق فقط بمدينة رفح، وهذا الأمر هو نوع من التضليل الذي يمارسه نتنياهو فيما يتعلق بالعملية العسكرية، لأنه يرتكب المجازر في كافة مناطق قطاع غزة سواء في شمال غزة وفي مدينة غزة وفي المنطقة الوسطى وفي خان يونس، ولا زال حتى اللحظة طواقم الإسعافات تنتشل جثث الشهداء من تحت الأنقاض، وهذا الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة، ولكن هو يستغل قضية رفح حتى يبقى العالم فقط منشغلا بأن متى نتنياهو سيقوم باقتحام مدينة رفح، ولذلك هو يناور على هذا الأمر لأن نتنياهو يريد كسب المزيد من الوقت، وخاصة بعدما أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي التي جرت يوم الجمعة الماضي بأن نتنياهو بدأ يستعيد هو حزبه نوعا ما من الشعبية التي فقدها قبل ذلك مقابل منافسه غانتس، وما يتعلق بحزب الليكود الذي كان يحصل على 17 مقعد طوال 10 أشهر الماضية، ولكن يوم الجمعة كان الاستطلاع يتحدث بأن الليكود زاد إلى مقعدين 19 مقعد، ونتنياهو ارتفعت نسبة تأييده من 25% إلى 35% مقابل غانتس الذي لازال يحافظ على 50%. وبرأيك دكتور جهاد، يعني من هذه الأرقام وهذه الإحصاءات التي تتحدث عنها في القابلية التي عادت ربما إلى نتنياهو بعد يعني تعاطف يسميه البعض بعد رد الإيراني على إسرائيل، ما المتوقع، ما الذي يمكن أن يحدث من تأثير هذه القابلية على أداء نتنياهو خلال الأيام المقبلة؟ يعني أعتقد بأن نتنياهو كان قد خرج يعني كسبا من ما حدث أو من الأحداث التي جرت. أولا جميعنا يدرك ويعلم بأن العالم بأسره كان ضد نتنياهو بما فيهم الإدارة الأمريكية، كان ضد نتنياهو توجه له الانتقادات، حتى داخل المجتمع الإسرائيلي كان يوجه انتقادات، وكان مخططا هناك مسيرة كبرى تطالب بعزل نتنياهو واستقالته وإجراء انتخابات جديدة، ولكن جاءت اللحظة لتفضي هذه المسيرة ولم تكتمل هذه المسيرة. هذا من جانب. من جانب آخر، الدول التي كانت تطالب نتنياهو بوقف حربه ووقف الاعتداءات أصبحت عقدت اجتماع سريع دول المجموعة السبع عبر الفيديو كونفرنس، وأصدرت بيان المساند لنتنياهو مساند لدولة الاحتلال مدينة إيران. هذا من جانب. من جانب آخر، مجلس الأمن تحدث في هذا الأمر، وأصبحت دولة الاحتلال بدلا من أن كانت هي الجلاد على مدار سبعة أشهر متواصلة من الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وهي التي تنتهك القانون، أصبح ينظر العالم إليها بأنها دولة مستهدفة وبأن هناك أعداء يريدون القضاء عليها وتدميرها، وهذا أعاد إليها نوعا من التعاطف. هذا الأمر الذي لقى صدى من خلال المجتمع الإسرائيلي عندما رأى كيف يتلاعب نتنياهو سواء على الصعيد الدولي، كيف يتلاعب بالمناورة على عامل الوقت والزمن، كيف هو لا يستجيب لكل الضغوط التي أو النداءات أو الاستغاثات التي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وهو الذي قال بأنه لا يوجد شخص في لدى دولة الاحتلال يستطيع أن يقول للإدارة الأمريكية لا، هو فعل ذلك، ولذلك هو كما يدعي بأنه يسعى لتحقيق مصلحة إسرائيل، ولذلك وجدناه لا يتجاوب مع أحدا، وهذا الأمر الذي أعاد له نوعا من الشعبية، لأننا نعلم جيدا بأن المجتمع الإسرائيلي هناك توجه لدى المجتمع الإسرائيلي قاطبة لن يكون باتجاه اليمين، حتى ما يتعلق بالمعارضة من يدعو بأنهم معارضة
النهارده كان هناك يائير لبيد رئيسا للوزراء، والتقى بايدن عندما كان بايدن رئيسا للولايات المتحده الامريكيه وزارة دوله الاحتلال، وكانتس الذي هو منافس شرس لنتنياهو او الاقوى نجدهم بنفس المخطط الذي يسير نتنياهو به. كانتس عضو مجلس الحرب في حكومه نتنياهو وهو الذي يقود الحرب مع نتنياهو، وجالنت وزين كونت، اي بمعنى ان لا يوجد هناك من صانع او من يستطيع تحقيق السلام لدى دوله الاحتلال، وهذا يتطلب موقفا حقيقيا من قبل المجتمع الدولي ان كان المجتمع الدولي يريد ان يكون هناك تحقيقا للسلام. اخيرا دكتور جهاد، وبخصوص المجتمع الدولي، تحدثت عن زياده شعبيه او قابليه نتنياهو في الداخل الاسرائيلي، وكان معروف يعني خلال الايام او حتى الأسابيع القليلة التي سبقت الرد الإيراني على إسرائيل بعزلة دولية حول إسرائيل بخصوص المجتمع الدولي. هل لا تزال هذه العزلة الدولية مستمرة، أم بعد الرد الإيراني على إسرائيل يعني قلت هذه العزلة؟ أعتقد بأن قضية العزلة الدولية أصبحت كما نقول تتراجع بشكل كبير، وإذا نظرنا إلى المنحنى فيما يتعلق بقضية التأييد التي كانت للحرب الشعب الفلسطيني وربط الحرب على الشعب الفلسطيني التي تقوم بها دولة الاحتلال فيما يتعلق بكل العواصم الأوروبية أو بموقف الأنظمة السياسية الدولية، نجد بأن الكيرف كان مرتفعا جدا، ولكن بعد الضربة الإيرانية بدأ الكيرف ينخفض وتعود يرتفع لصالح دولة الاحتلال من خلال المواقف التي جسدت الدول والتي أطلقت أسلحتها وأطلقت كما نقول صواريخ الاعتراض المسيرات والاتباع وضحت عن إسرائيل. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى الحرب على غزة وإدخال المساعدات عبر معبر رفح. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح البرية عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 275 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم خلال يوم الأربعاء 17 من إبريل، مشيرا إلى إدخال 42 شاحنة عبر منفذ رفح و233 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، كما تم إدخال 8 شاحنات وقود إلى القطاع عبر منفذ رفح، وتم إدخال شاحنة أدوية. كما استقبل المعبر معبر رفح 34 مصابا فلسطينيا و75 مرافقا. للمزيد حول وتيرة دخول المساعدات ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك معنا. كنا نتابع يعني التقرير اليومي لدخول المساعدات عبر منفذ رفح وأيضا كرم أبو سالم، كيف تقيم ما يتم إدخاله اليوم من مساعدات إلى قطاع غزة؟ مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني بتصور أنه الدور المصري خاصة فيما يتعلق بمحور إنفاذ المساعدات هو دور لا يمكن المزايدة عليه، لأنه منذ اللحظة الأولى يعني استبصرت مصر أن هناك مخططا استيطانيا توسعيا يستهدف ليس فقط التهجير القسري للسكان قطاع غزة من المدنيين والنساء والأطفال، ولكن أيضا التهجير الطوعي عبر اتباع سياسة التجويع والحصار. ومن هنا الحقيقة كان يعني الرد المصري الفوري بالإصرار على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح الذي لم يغلق يوما واحدا،
منذ العدوان وحتى الآن. وبالمناسبة معبر رفح هو معبر للأفراد، ولكن الدولة المصرية قامت بتمهيده حتى يتيسر إنفاذ المساعدات ودخول الشاحنات. ويمكن يعني الصور التي تظهر الشاحنات المتراصة أمام المنفذ يعني في مواجهة التعنت والصالف الإسرائيلي بتؤكد الدعم المصري المستدام للقضية الفلسطينية من ناحية ولسكان القطاع من ناحية ثانية. عدد الشاحنات يمكن 80 أو 90% من المساعدات المقدمة لسكان القطاع هي مساعدات مصرية خالص. وهنا الحقيقة لابد أن نشير بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لأنه بيعكس حالة من حالات التشبيك الموجودة بين المنظمات المدنية والأهلية اللي قدمت الكثير جدا من المستلزمات لسكان القطاع وما تزال تقدم الكثير. ويمكن في الوجه الآخر لقصة المساعدات لابد أن نذكر أيضا الحلول الإبداعية اللي قدمتها الدولة المصرية من خلال إقامة المخيمات لسكان القطاع سواء في رفح أو في خان يونس أو في دير البلح أو غيرها، لنوع من أو آلية من آليات استمساك الغزيين بأرضهم وحصر القضية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوجيه رسالة لسلطات الاحتلال بوجوب الانتقال من مسار العدوان إلى مسار سياسي يقوم على فكرة حل الدولتين. المستوى الثالث فيما يتعلق بالمساعدات أعتقد أنه مرتبط بفكرة الإنزال الجوي، ويمكن القوات الجوية المصرية ما تزال حتى اللحظة تقوم بعملياتها للإنزال سواء منفردة أو بالمشاركة مع قوات دول شريكة أو دول أخرى زي الإمارات والأردن وغيرها. وكل هذا الحقيقة بيصب في اتجاه الدعم المصري المستمر لسكان القطاع في مواجهة العدوان المستمر أيضا. يمكن دكتور حسن حضرتك يعني لخصت كل ما تقدمه مصر من صور مختلفة للمساعدات أو طرق ووسائل مختلفة لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة. اليوم بعد التصعيد الأخير والرد الإيراني على إسرائيل وقصفها لقنصلية إيرانية في دمشق، الآن كيف يؤثر هذا التصعيد وانتظار المجتمع الدولي الآن والعالم للرد الإسرائيلي على الرد الإيراني؟ كيف ترى مستقبل أولا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنه لا ينبغي أن يلهينا هذا التصعيد الحادث ما بين إيران وبين إسرائيل عن السبب الرئيسي. السبب الرئيسي لما يحدث الآن ويمكن مصر نبهت إليه والقيادة السياسية المصرية نبهت إليه منذ اليوم الأول لوقوع هذا العدوان في 7 أكتوبر، هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية من ناحية واستمرار عدوانها على سكان القطاع المدنيين العزل خصوصا من النساء والأطفال. أعتقد أنه ما نشهده الآن من تصعيد إقليمي وترقب وحذر كبير جدا من المحيط الإقليمي وبل والمحيط الدولي جعل ما يحدث في غزة يمكن في المرتبة الثانية، رغم أنه بعض الأطراف استثمرت هذا الأمر وقالت أنه ما تقوم به هو لصالح القضية الفلسطينية. بالتأكيد ما يحدث من تصعيد إقليمي يخدم بامتياز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بل واستثمر نتنياهو شخصيا هذا الأمر في استعادة فكرة المظلومية بالنسبة لإسرائيل، واستعادة بين قوسين حالة الاصطفاف الغربي والمساندة الغربية. النهاردة هأحيل حضرتك إلى حزمة المساعدات المقرر مناقشتها في مجلس النواب الأمريكي، مساعدات مالية لإسرائيل بعد أن كان الحديث منصبا حول ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان. صفقات للسلاح تذهب من إسرائيل تذهب من الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل، حالة من حالات الالتفاف الداخلي في مساندة نتنياهو أمام لتحقيق فكرة أمن إسرائيل، استعادة فكرة المزايدة على أمن إسرائيل أمام ما تتعرض له بين قوسين من هجمات سواء إرهابية بين قوسين أو حتى هجمات من جوار إقليمي آخر. في حين أنه العالم الغربي كله ينكر السبب الحقيقي لما نشهده الآن وهو العدوان الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي حتى لكل الأطروحات والحلول المقدمة. يعني كم من الأطروحات التي قدمت سواء مصريا أو عربيا للتوصل إلى هدنات سواء مؤقتة أو دائمة أو الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار أو الانتقال إلى مسار مفاوضات، وكلها تتحطم على صخرة الرفض والصلف والتحدي الإسرائيلي. معناها أن هناك إصرارا إسرائيليا على تنفيذ مخطط كبير لتصفية القضية الفلسطينية، معناها أن هناك دعما أمريكيا لا محدود
لهذه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططها، معناها أن هناك تواطؤا من الدول الغربية التي تتشدق بمنظومة حقوق الإنسان لدعم تجاوزات وانتهاكات سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. نعم، وبخصوص أيضا مفاوضات تبادل الأسرى التي كانت جارية خلال الأسابيع الماضية، كيف أثر عليها هذا التصعيد الأخير في الإقليم على هذه العملية، عملية تبادل الأسرى الآن كيف هو وضعها؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني بالصورة الموضوعية، يعني احنا عمالين العالم كله يعني قام ولم يقعد على فكرة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس، ولم يحرك ساكنا أمام آلاف الأسرى من الفلسطينيين اللي حتى توفاهم الله داخل السجون الإسرائيلية. يعني الحديث حديث مغلوط الحقيقة حول فكرة إخراج المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. فكرة التأثير عليها هي كانت ورقة الحقيقة بيستخدمها نتنياهو أكثر من مرة، وورقة لإفساد كل محاولات التوصل إلى هدنات، واستغلها وما زال يستغلها حتى الآن. صحيح أنها مثلت أداة ضغط عليه في الداخل، ولكنه استطاع التخلص منها شيئا فشيئا تحت زعم أمن إسرائيل. ومن هنا تأتي التهديدات التي يراوغ بها نتنياهو أكثر من مرة حول احتمالية الاجتياح البري لرفح رغم التحذيرات المصرية. لكن أنا أظن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن ما يحدث داخليا وبعيدا عن الدعم الغربي لها، هي تدرك جيدا أن مصر دولة كبيرة ولديها من سيناريوهات الفعل أمام ما قد يحدث الكثير، لأن لدى إسرائيل خبرات مع الدولة المصرية سياسية وعسكرية وقانونية ودبلوماسية، وكلها ليست في صالح إسرائيل. هل تنفذ سلطات الاحتلال أو قوات الاحتلال عملية عسكرية برية في رفح بعد التصعيد الأخير؟ يعني أتصور أنه لابد أن يكون هناك قدر من الرشادة، ويمكن التحذيرات المصرية والخطوط الحمراء التي تضعها الدولة المصرية أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي كفيلة بأن تجعلها تعيد النظر. ولكن في نفس الوقت لا نأمن أن شهوة السلطة التي تملكت بنتنياهو، لأن المسألة لا ترتبط الآن بأمن إسرائيل كما يدعي، ولكن ترتبط ببقائه في السلطة، فكرة الاستمرارية في السلطة وشراء الوقت وإطالة أمد الحرب والأعمال التهورية الاستفزازية، كل السيناريوهات مطروحة، وأيضا كل سيناريوهات الحفاظ على الأمن القومي المصري مطروحة في المقابل. إذا تحدثنا عن رد الفعل الإسرائيلي على الرد الإيراني على ما قامت به إسرائيل من قصف للقنصلية الإيرانية في دمشق، ما الرد المنتظر، ما الرد المتوقع من إسرائيل؟ هل سيكون على التراب الإيراني أم سيكون يعني ضربة إسرائيلية لمصالح إيران في المنطقة؟ أنا أتصور أنه يعني المرحلة المقبلة قد تشهد ما نطلق عليه التصعيد المنضبط، المنضبط بمعنى استهداف مصالح بعينها وليس مواجهة مباشرة بين الطرفين، لأن كلا الطرفين أظهر من وجهة نظره فكرة الردع والردع المقابل. ولكن المواجهة المباشرة حصلت بالفعل دكتور حسن من خلال عملية الوعد الصادق. بالضبط، هي حصلت مرة واحدة ولم تتكرر. يعني هي حصلت لأنه الحقيقة إيران وسلطات إيران وقيادات إيران كانت أمام أبناء شعبها يعني تعاني معاناة شديدة، لأنه حدث أكثر من مرة يعني استهداف لمصالح إيرانية، قبلها مقتل قاسم سليماني، بعد كده استهداف القنصلية، ويمكن استهداف القنصلية كان القشة التي قصمت ظهر البعير، وكان يتعين بعدها الرد لأنه كان مساسا بأرض إيرانية زي ما حضرتك أشارت كده. لكن النهاردة الحقيقة مع الضغوط الدولية والضغوط الإقليمية كمان ومع تحسبات توازن القوى، أنا أتصور أن المسألة سوف تكون محسوبة بدقة، لأنه كمان الخبرات المتراكمة عن إيران على وجه الخصوص هي تتبع ما يطلق عليه سياسة حافة الهاوية، هي تصل بنا إلى نهاية الجبل للحصول على مكاسب سياسية أو انتظار أثمان. هي الآن في مرحلة انتظار الأثمان نتيجة ما قامت به من مواجهة مباشرة مع إسرائيل. أما فكرة المواجهة أو تكرار المواجهة المباشرة، أنا أتصور أنها لن تحدث في الأمد المنظور. ما هو العمل الجاري سواء على الصعيد العربي على سواء التنسيق العربي؟ وتابعنا النهاردة زيارة العاهل البحريني في القاهرة، ومن قبلها كان في الأردن في لقاء مع العاهل الأردني، أو حتى ردود الفعل الغربية يعني من خلال هذا التنسيق وهذه التحركات العربية والغربية، كيف تقرأ المشهد أو السيناريوهات المطروحة خلال الأسابيع المقبلة؟
يعني حضرتك تعلم أنه يأتي في صدارة هذا المشهد الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية. الكل أصبح الآن يعني يخطب ود مصر ويأتي إلى مصر للتباحث مع قيادتها، لأنه كما قلت سابقا وأكرر دائما أن القيادة السياسية المصرية هي أول من نبه إلى خطورة هذه التداعيات وخطورة توسيع رقعة الصراع إقليميا، وهو ما نعانيه الآن. إذن فكرة الحشد وفكرة الدعوات المتكررة لضبط النفس من جانب كافة الأطراف أعتقد أنها هي يعني مفتاح الحل للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدعوات المصرية المتكررة في ضرورة وقف دائم وفوري لإطلاق النار باعتباره المسبب الرئيسي لكل ما نعانيه من تصعيد، لأنه كمان بيستخدم كذرائع من جانب دول جوار مختلفة وتوظيفه ليس لتحقيق الأمن القومي العربي أو لصالح القضية الفلسطينية، ولكن لتحقيق مصالح شخصية ومصالح قطرية ضيقة ترتبط بهذه الأطراف. الحشد العربي والدعم العربي متواصل، وأظن أنه لقاء السيد الرئيس اليوم بملك البحرين خلال زيارته للقاهرة هي أحد تجليات هذا الأمر، والتأكيد على التوافق والتنسيق العربي المشترك الداعم للقضية الفلسطينية من ناحية، والرافض أيضا لتدخلات الأطراف المختلفة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرافض لأي تصعيد قد يمس الأمن القومي العربي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وعلى يعني هذا التحليل لموقف مصر وأيضا سيناريوهات ما بعد التصعيد. بالعودة إلى الموقف ميدانيا في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33,899 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76,664 إصابة، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. هذا وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة 89 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد نتابعه في هذا التقرير. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة ك
كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية، كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. بالعودة مشاهدينا الكرام إلى التطورات في معبر رفح، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل معبر رفح عمله في إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن استقبال الحالات الحرجة والمصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وفي لقاء خاص مع كاميرا إكسترا نيوز، وجهت إحدى السيدات الفلسطينيات الشكر للرئيس السيسي على دوره الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين. المزيد نتابعه في هذه الرسالة مع إبراهيم عزت. مشاهدينا الكرام مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. ما زلنا إذن نتابع مع حضراتكم كافة المستجدات المتعلقة بالجهود المصرية للوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. نحن نتحدث إلى حضراتكم من قلب معبر رفح البرية، هذا المعبر الذي يلعب دورا هاما كدور إنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين. إن كنا نتحدث عن إنفاذ وعبور مئات الشاحنات بشكل يومي من شاحنات المساعدات الغذائية والدوائية، وأيضا استقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية. في داخل هذا المعبر هناك اصطفاف للإسعاف المصري بدوره الذي يستقبل عدد من الجرحى الفلسطينيين ومن ثم يقوم بنقلهم إلى المستشفيات للعلاج. وقبل هذه المرحلة يكون هناك تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المبدئي داخل معبر رفح. سنتحدث مع حضراتكم مع إحدى الحالات التي وصلت بالفعل إلى معبر رفح من قطاع غزة. سلام عليكم، ازيك يا أمي؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ بخير. طمنين على حالتك انت، كيف الحال؟ الحمد لله، انا مريض السرطان بعيد عنك في العين وفي الانف. وبشكر السيسي اللي برقنا برق كل الفلسطينية، وكل واحد عيان كان صغير ولا كبير، وربنا يودع فيه البركة ويخليه يطرح فيه البركة كلها. يا ما نشكر شكر ما فيه في الدنيا. الحقيقة الرئيس يعني مدي توجيهات بتقديم كل الدعم والوقوف بجانبكم في كل الخدمات اللي انتوا عايزينها. الحمد لله، انه ايش بدي احكي لك، اللي عملوا لنا ما حدا عمله السيسي، والله عليه الاحترام والواجب وكل الدنيا إله. الله يطول في عمره، الله كله في حسناته. قول لنا انت محتاجة ايه يا حاجة، وطمنين على صحتك. أنا عيانة، بدي إياه يودينا على مستشفى اللي أنا أشفى من هذا المرض. ألف سلام عليك. يشفيني يما منه، تغلبت كتير أنا. راحت عيني، ماليش عين ولا أنف، وهي راح لف عيني التانية يما. لما دخلت المعبر هنا هل وجدتي أي صعوبات؟ ولا حاجة، احترام واجب على الرأي، والله العظيم ما غلبونا ولا إشي، قعدونا واحترمونا. وأقول لك إيش بدي أحكي لك، الله يودع فيه البركة السيسي يما. الله يا ربي. جاي أنت ومين يا حاجة؟ جيت أنا وكنت وولادي، أولاد ابني وأولاد ابني. زوجة ابنك؟ هي اللي بتشيل فيا يما، وهي اللي بتحط فيا يما. انا لا بشوفش يما، قصف وحدف وموت. وجينا احنا من ايش؟ جينا اليهود حرتنا، رمتنا هنا في الموت. اخويا شهيد، مات اخويا شهيد، اتقطع
تذكرنيش فيه. الله يرحمه. احنا يعني انا مش عايز اتعبك يا حاجه وبشكرك وكل اللي انت عايزاه ان شاء الله بيتقدم لك. يا الله بسم الله ونعم الوكيل. ألف سلام عليك يا حاجة. محتاجة أي حاجة تانية؟ محتاجة أي كلام عايزة تقوليه؟ رسالتك للمصريين بكثر الله خيركم. الله يا رب يعطيه طول العمر والصحة والعافية ويبعد عنه المرض كله يوم، ولا يشوف ولا انتو ولا غيره يوم. وبشكره ألف 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 شكر له يوم. شكرا شكرا ليك وألف سلام عليك يا أمي. شكرا جزيلا. الله يرضى. إذن مشاهدين الكرام، حال مأساوية خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم فوق رؤوس ساكنيها. لجأ البعض إلى منطقة الجنوب والبعض الآخر لجأ إلى معبر رفح للعلاج ولتلقي العلاج بالنسبة للجرحى الفلسطينيين، وهذا هو الوضع داخل معبر رفح الحدودي. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة، ومن رفح تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله. طبعا بنشكر زميلنا إبراهيم عزت على هذه الرسالة، ويمكن هذه الحالة الإنسانية هي واحدة من حالات للإصابة كثيرة تأتي من قطاع غزة والتي يتم استقبالها في معبر رفح. يتم عمل اللازم لهم في معبر رفح ثم يوجهون إلى عدد من المستشفيات المصرية سواء في سيناء أو حتى بعض الحالات من شدة يعني صعوبتها تأتي إلى هنا إلى القاهرة. في هذا الإطار بينضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد برحب بحضرتك معنا، ويعني كيف تابعت حديث هذه السيدة عن يعني استقبالها هنا في رفح وعمل اللازم لها وهي وعدد كبير من المصابين؟ أهلا بحضرتك الأستاذ هشام الشاطر وبالسادة مشاهدي كسترا نيوز. طبعا في ظني وتقديري أن القاهرة ما زالت تمد يد العون بكل ما تملك لإغاثة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، في ظل أن القاهرة بتلعب أدوار مركبة، وده دليل قاطع على أن القاهرة لم تتوانى عن استقبال المصابين وفتح معبر رفح، بل والعمل على إنفاذ المساعدات. يعني حجم ما دخل لمصر من مصابين فلسطينيين هو يتعدى المئات بل الآلاف، وهم موجودين في المستشفيات المصرية لتلقي العلاج سواء في مستشفيات التأمين الصحي أو مستشفيات في القاهرة الإسماعيلية الإسكندرية وفي كل مكان في مصر. المستشفيات المصرية مفتوحة وبها الكثير من المصابين الفلسطينيين، كدليل قاطع على أن القاهرة لم تتوانى عن دعم المصابين الذين يحتاجون إلى علاج نوعي غير متوافر في قطاع غزة. وبالتالي هذا هو الدور التاريخي اللي بتلعبه الدولة المصرية، ودعنا نتذكر سويا نفس الدور كانت بتلعبه الدولة المصرية تحديدا في شهر مايو 2021 عندما قامت القاهرة بوقف إطلاق النار وتثبيته وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والعمل على إدخال كافة المصابين إلى المستشفيات المصرية وإعادة الإعمار وتقديم منحة 500 مليون دولار، كدليل قاطع على أن القاهرة لم ولن تتوانى عن دعم الأشقاء في قطاع غزة سواء على المستوى السياسي، نعم، المستوى الإنساني، المستوى الطبي، المستوى القانوني، كل المستويات. وبما أننا تابعنا هذه الرسالة من معبر رفح، مهم أيضا أن نشير إلى حالات الإصابة التي تأتي عبر المعبر من قطاع غزة. إحنا بنتابع دايما عملية دخول المساعدات وبنرصد أرقام الشاحنات، ولكن أيضا مهم الحديث عن هذه الحالات، حالات الإصابة من جراء القصف، هي حالات بالغة الصعوبة. أنا غطيت في فترة من الفترات داخل معبر رفح بعد بداية الحرب من 7 أكتوبر، وأعلم أنها عملية يعني شديدة التعقيد، في عدد كبير من الأطباء موجودين داخل رفح، بعدها بيتم عمل اللازم وبيتم تحويل المصابين ومتابعتهم، أيضا عمل كبير بيتم مع المصابين. دكتور حامد، يعني القاهرة بتتحمل العبء الأكبر في القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية الطبية الإغاثية الإنسانية،
باعتبار أن أكثر دولة مهمومة بالقضية الفلسطينية هي القيادة السياسية المصرية والدولة المصرية، وبالتالي القاهرة تريد أن ترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهذا ظهر من خلال دور تاريخي منذ اللحظة الأولى. يعني حضرتك كنت مرابط أمام معبر رفح مثلك مثل الشباب المصري المرابط أمام معبر رفح، والذي رفع شعار مرابطون حتى الإغاثة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وفي ظل القصف العشوائي والمتكرر من دولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا العمل الإجرامي البغيض الذي ارتكبت بسبب إسرائيل الكثير من الجرائم، وبالتالي أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا. الكثير من الشعب الفلسطيني بدأ يفقد أطرافه ويحتاج إلى العلاج. هناك أيضا حالات إنسانية صعبة، مرضى السرطان وغيرهم من الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الدائمة، وبالتالي القاهرة فتحت أبوابها بشكل عام. هذا هو الدور الرئيسي الذي بتلعبه القاهرة، وليس فقط في الأزمة الفلسطينية باعتبار أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وقضية مصرية بامتياز، ولكن شاهدنا أيضا عندما بدأت الحرب في السودان أتت أفواج كثيرة من الضيوف على الأراضي المصرية، وقامت مصر أيضا بفعل نفس الدور. وأيضا عندما كانت الأمور متوترة في الشقيقة ليبيا، مصر لعبت أدوار مركبة في سبيل الحرص وبشكل كبير على رفع المعاناة. وبالتالي مصر هي عمود الخيمة، وهي مصر هي العمود الفقري للمنطقة، وتسعى بكل قوة إلى أن تكون قوية، لأن قوة الدولة المصرية تنعكس قولا واحدا على صلابة الموقف العربي وعلى الدعم الدول الأخرى التي تعرضت لاهتزاز في صورة الدولة الوطنية. أخيرا دكتور حامد، بعد التصعيد الأخير بعد الرد الإيراني على إسرائيل، وفي انتظار رد إسرائيلي على الرد الإيراني على إسرائيل، كيف تكثف مصر من جهودها الدبلوماسية أولا لاحتواء هذا التصعيد وخفض واستمرار عملية إدخال المساعدات لأهميتها للأشقاء الفلسطينيين؟ يعني الرد الإيراني هو عقد المشهد في المنطقة، ولأن الرد الإيراني بسببه خسرت القضية الفلسطينية الكثير، لأن إسرائيل الآن تعيش في دور الضحية بشكل كبير، بعدما كانت دائما وأبدا بتعيش يعني في وضعها الطبيعي كدولة جانية ومرتكبة الكثير من الجرائم. وبالتالي في ظني وتقديري أن الجهود الدبلوماسية تسعى من خلالها الدولة المصرية إلى خفض التصعيد. وزير الخارجية المصري قام باتصالات والسعي وبكل قوة إلى احتواء التصعيد، وهذا هو ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة، من أن السبب الرئيسي لانعكاسات خطيرة على أمن المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه التغطية لمتابعة كافة التطورات داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، كنت مع حضراتكم أنا هشام عبد التواب، وعلى رأس الساعة نشرة لأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.